شرفوا كيرفعوا الراس كنتمنى لهم التوفيق يعني داروا اقصى الجهد ديالهم بالعكس حنا ما خسرناش ربحنا يعني كافي الوجود ديالنا كيخلع كل شيء الحضور ديالنا كيخلي كامل الكيان كيترعى انت منين جيتي دبي تبارك الله بعد والكسكوس هذا بين ديك كبر واحد الوقت تقولي راه جبتك وحضرتي صح حتى ان شاء الله الكره كنتمنى انه كيلعب يلعب المنتخب المغربي بزاف د المقابلات اللي شفتي تبارك الله اذا انت راضي على اداء المنتخب المغربي راضي عليه يعني جميع الرضا وكنوجه التحيه للمدرب والدراكراني وكنقول ما شاء الله عليك شكرا كيفاش شتي الاداء ديال المنتخب المغربي والله حاجه شرفت العرب كلها يعني تشرف لينا كلنا كعرب الفرقه العربيه تصل لدور الاربعه وتعمل هالمستوى الرائع يعني حاجه شرف والباين ان العرب فعلا متقدمين في كل المجالات مش كره القدم بس احنا عايزين يكون في شويه حماس زي اللي كانوا موجودين عند اسود الاطلس وكل الامكانيات موجوده مبروك على المركز الرابع ولو اني كنا نحتاج اكثر بس الحمد لله شكرا كيفاش شفتي الاداء ديال المنتخب المغربي وهذا المسار اللي داروا في كاس العالم كان الاداء جيد وهذا الشيء اللي كثرنا نتمنوش الحمد لله واخا وصلوا لهذه المرحله رانا فرحانين بهم الحمد لله انت منين جيتي من المنطقه الشرقيه ديال المغرب تبارك الله مش حال تفرشتي المقابله تفرشت البرتغال دابا اذا انت راضيه على العناصر ديال المنتخب الوطني فرحانين بهم وفرحانين بهم باش ننتظروا الحمد لله شكرا تفضلوا تفضل فيفا ماروك فيف ماروك تحياتنا الكبيره تحيه للمنتخب المغربي وتحيه المدرب سي وليد الركراكي وحنا فخورين بالفريق الوطني ديالنا والحمد لله على كل حال اننا وصلنا لهذه المرتبه وان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله كاس العالم العالمي كاس العالم ديال 2026 وشكرا لكم وشكرا للجمهور اللي جا وسام في المنتخب الوطني وشكرا للقطر وشكرا لجميع العرب اللي ساندونا وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا